الشباب، الفن، الثقافة والإبداع. وفي إطار دعم شركة كرو ميديا للكتاب والمؤلفين وبمناسبة معرض الكتاب 2023، إحنا النهاردة معانا ومنورنا الكاتب والمؤلف إسلام كوجك صاحب رواية سكرة الحياة عشان يكلمنا أكتر عن تفاصيلها وما وراء الكواليس وكل حاجة عنها. أنت منورنا النهاردة يا إسلام. أنا سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة. إسلام، إحنا عارفين إن ده تاني عمل ليك. قبل ما نتكلم عنه خلينا نرجع على العمل الأولاني، يعني كلمنا أكتر شوية عنه وباك جراوند سريعة كده عنك. زي ما ذكرتي فعلا إن ده العمل التاني ليا. العمل الأولاني كانت رواية اسمها في الليلة الأخيرة بيننا، ودي نزلت 2020 في معرض الكتاب. تاني نقطة، أنا مين؟ إسلام كوجك. أنا خريج إعلام، درست نقد فني، في نفس الوقت اشتغلت في مجال الميديا، سواء كنت صحفي أو بروديوسر أو محرر. يمكن الحالة دي هي اللي بدأت تساعدني شوية فكرة ان انا اشوف عوالم مختلفة من حالات الكتابة او الحيوانات اللي حوالينا، واللي من خلالها نفذت بعد كده الخطوات اللي علاقة بالكتابة. نرجع بقى للرواية اللي هتنزل في المعرض السنة دي، الفكرة جات لك منين وخدت منك وقت قد ايه عشان تكونها وتطلع بالشكل ده؟ طيب، هي الرواية بدأت فكرتها كانت في الاول خالص عبارة عن قصة قصيرة. جات ازاي؟ جات في احداث كورونا. انا وزي ناس كتيرة في الفترة دي كان عندنا تخوف من نهاية العالم، فكرة انه العالم بينتهي. طيب، في اللحظة اللي العالم فيها بينتهي، الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ ايه التساؤلات اللي ممكن احنا نتعرض ليها في التوقيت اللي زي كده ونحاول من خلالها نواجه نهاية العالم؟ هل هنتغلب عن مخاوفنا والقلق اللي احنا تعرضنا، ولا هنعلو فوق المخاوف دي ونحاول ننجو بنفسنا؟ دي كانت الحالة اللي كانت موجودة 2020 بسبب طبعا جائحة كورونا. ومن هنا بدأ التحويل العمل، انه طب بدل ما تبقى قصة قصيرة نحولها لعمل روائي. ده بالإضافة ان هي كانت جت كبديلة للفكرة اللي كنت انا هشتغل عليها في التوقيت ده. احنا دايما بنسمع عن سكرة الموت، بس ايه بقى سكرة الحياة دي؟ ازاي اخترت الاسم وازاي اخترت ان يبقى فيه شيء من الغموض كده؟ طيب، انا عارف ان الاسم شوية ممكن يكون غريب او في صورة ذهنية لينا انه الاسم ليه علاقة بسكرة الموت. هي الموضوع جه بدا فعلا بنفس الطريقه، كان في اسم تاني للروايه، بس مع التطور الكتابه والاحداث بعد ما خلصت العمل لقيت انه انسب معنى الاسم هو سكره الحياه. هي السكره في اللغه معناها الغفله، فكره ان احنا ممكن نكون في غفله وفي لحظه معينه نكتشف ان احنا محتاجين نراجع حاجات كتيره مرينا بيها علشان نفوق من الغفله دي. فمن هنا جت الفكره بتاعت سكره الحياه. بعد الطفره اللي احنا شايفينها في السوشيال ميديا والتكنولوجيا الرهيبه اللي طلعت، انت شايف ان الناس بطلت تتجه وجهه القراءه الورقيه؟ يعني الناس بطلت تنزل تشتري كتاب وتقعد تقراه، والسوشيال ميديا حلت محل القراءه ولا لا؟ لا، بصي، ممكن اكون مختلف معاكي في الحته دي شويه. السوشيال ميديا ساعدت في ان هي توسع الدايره اكتر. ممكن الكتاب الورقي ما بقاش ليه نفس القابلية او الاقبال عليه زي ما كان موجود قبل كده، وده حل مكانه منصات كتيرة جدا بتقدم الكتاب بشكل الكتروني او على شكل PDF. الفكرة كلها انه برضو هيفضل الكتاب الورقي ليه المعنى او الحالة اللي انت مجرد انك بتمسك عمل ورقي وتقعد تفر في الورق بتاعه، وده يمكن مع الوقت بيخليك عندك انتماء للكتاب، مش لمجرد ان انت بتقراه في اي مكان او اي وقت، لازم يبقى في مود معين ان انت تقرا من خلاله. اسلام، احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لك كل النجاح، وان الروايه تلاقي الصدى الكبير اللي انت بتتمناه، ودايما شركه كرو ميديا تفضل داعمه للمواهب والكتاب. شكرا ليك جدا. اتمنى ده جدا، وانا فعلا بشكركم على الدعم اللي موجود من اول لما اتفقنا على فكره الروايه وعلى التفاصيل بعد كده اللي دخلتها مع كرو ميديا. واتمنى ان احنا ناخد الروايه بشكل تاني وان هي تتطور وتبقى ممكن تبقى عمل في يوم من الايام.